خلونا نروح لدينا ونعرف منها اجابتها على سؤال الحلقه النهارده، اخبار الجيم معاها ايه؟ صباح الخير عليك يا دينا. صباح الخير يا شادي. صباح الخير يا بسنت. صباح السعاده والتفاؤل والرياضه على كل مصيبه في كل مكان. حلوه صباح الرياضه دي جديده. حلوه لا الجيم انا نفسي اروح، انا يعني لا بفكر ان شاء الله. انا عمري ما رحت الجيم وما كانش في حياتي لايف ستايل الرياضه خالص لحتى الان، يعني حتى الوقت اللي احنا فيه ده. بس انا ممكن امشي، انا بحب المشي، ما اعرفش تعتبروها رياضه يعني؟ ممكن تاخدوني معاكم في ان انتوا في الجيم طبعاً. اه بحب المشي، ممكن امشي كتير جدا، ممكن انزل الف في اي مكان، احب المشي. لكن انا اروح واتمرن والكلام ده لا، بحس ان انا صحتي مش هتنفع الحاجات دي. لن ابذل اي مجهود يا صاحبتي. تمام. بس والله بجد انا نفسي جدا، ويعني يمكن انا بفتكر موقف مع بسنت من اول ما عرفتها خالص هنا، وكانت من خلص شغل تقول لا انا لازم اروح اتمرن. كنت بستغرب قوي، انت جايبه يعني ايه ده؟ زمان انت ازاي بتقول انا عايزه اروح اتمرن؟ وبعدين بتقولها وهي زعلانه قوي انها متاخره في انها ما راحتش، يعني قعدت يومين ما راحتش. يومين ايه؟ انا سنين عمري كله بروح ادفع فلوس الجيم ما بروحش، مفيش مشكله بالنسبه لي. بس هو فعلا ممارسه الرياضه دي حاجه مهمه جدا ان الواحد يعملها ويخليها فعلا في لايف ستايل لحياته، ولو بدا فيها من سن صغير اعتقد ان هو هيفضل متعود عليها طول الوقت. ويمكن بيفكر ناس كتير قوي ان هي متعبه او لا، دي بتخرج طاقه، بتخليك بتركز اكتر في شغلك وفي حياتك. بس احنا دايما بنقول ان احنا ما عندناش وقت، بس احنا لو نظمنا وقتنا كويس هنلاقي لها وقت جدا بشكل كبير. يعني اعتقد ان احنا بنضيع وقتنا في حاجات كتير قوي، يمكن على الموبايل، يمكن ما بنعملش حاجات مفيده اوقات كتير. بس احنا لازم نلاقي وقت للرياضه في حياتنا دلوقتي علشان صحتنا، علشان نبقى يعني متغيرين، نغير من نفسنا شويه علشان لما نكبر في السن نبقى صحتنا اقوى من كده. لان احنا كلنا بنشتكي من الام العظام، كلنا بنشتكي من اي مجهود قليل بيتعبنا. معرفش، مع ان احنا حتى في سن الشباب يعني اهالينا يقولوا لنا ايه، طب احنا قدكم ما كناش بنتعب قوي كده. بس ده طبعا من قله الحركه، لان احنا يمكن بقينا كل حاجه بنستخدم فيها العربيه، يمكن كل حاجه قاعدين في اماكننا ما بنتحركش كتير. نحاول بس نبدا حتى بالمشي كده، زي انا بقالي سنين عمري بمشي بس ما بلعبش، ما بروحش جيم وبتمرن. بس لا انا اتمنى ان شاء الله باذن الله، انا يمكن من اول السنه يعني شاذلي، من سنه لسنه انا من اول السنه بحجز وما بروحش برده للسنه اللي بعدها.